تطبخ الشيء بالرقم. قالوا عليه ان هم هيبقوا في حال انعقاد لمدة شهر. دي اللي اعتبروها جزء اجرائي في البيان. طبعا انهم لا، في اجزاء اجرائيه خلينا ممكن نمشي محترم. من على بيان الجامعه العربيه بلاش. لا لا سيبه، اصل هو لسه ما عندوش خطوه تستحق ان المشاهد يقعد عندها، فانا مش عايزاهم لا يزعلوا. هو حضرتك واخده نفس رؤيتي ان القرار الامريكي نفسه لا، ليس من طبيعته ان يغير اي شيء غير ان يثير الشعوب. يعني يعني اللي دايما ميال الى انه لا يتعامل مع مواقف الحكومات هو العقلاني اللي بيرى انه يا جماعه يا جماهير غاضبه، هذا الامر اللي حصل في القدس من جانب الامريكان شيء ثنائي بين الامريكان وبين الفلسطينيين وبين الاسرائيليين. ينبغي ان نوجه عملنا الى الايجابيات اللي ممكن نعملها مع الاطراف الاخرى اللي معانا. يعني انا كنت هنقل حضرتك علشان يعني كمان الناس تفهم حضرتك كويس. انا شايفه ان احنا قدام خطوه لازم يشوفوها الاول كويس، ان احنا بنسترجع ربما الثلاثينات والاربعينات من القرن الماضي اللي كان فيها موقف اوروبا شيء وامريكا شيء. انا شايفه انه بلقاء ماكرون النهارده باستباق التبجح اللفظي لنتنياهو على اوروبا، وانه يروح النهارده يشوف ماكرون ويعمل معاه مؤتمر صحفي وماكرون يعني وشه يتغير ويقول بشكل محدد وواضح ان احنا لا نتفق معك في الطرح بتاعك، احنا قدام تشكل في المجتمع الدولي اللي امريكا بتحارب فيه ان تبقى يعني تحافظ على نفسها شرطة العالم الفرديه. فانا عندي اوروبا، طب هي الكوارتيت الرباعيه الدوليه دي هي كانت مكونه من مين؟ الولايات المتحده الامريكيه وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحده. طبعا انا كان يهمني جدا ان معظم البيان امبارح يتركز على خطاب مباشر من وزراء خارجيه الدول العربيه الى هذه الرباعيه الدوليه، ويبقى حديثنا ضمنا الى الامريكان. يعني انها فرد من مجموعه، انها اهو كده يعني نعمل ذكاء ايران في اتفاق دول 5+1، ما نلعبش واحد لواحد. برافو عليك. احنا عاوزين رعايه السلام في المراحل القادمه او اي مساعي للتسويه تكون من خلال مقاربات جماعيه وليست من مقاربه احاديه ترعاها دوله واحده، رغم انه طبعا الجبروت الامريكي اللي قالته مندوبه الولايات المتحده الامريكيه في جلسه مجلس الامن يوم الجمعه قالت انه اي جهد هينتهي الى اي تسويه فلسطينيه اسرائيليه ينبغي ان يتم التوقيع عليه في البيت الابيض. شوفي حضرتك مش مهم يروح يوقعها في البيت الابيض. المجاهره لا، ان هي تقصد ان اي مساعي للتسويه لن يحسمها ولن يحركها. طيب خلينا